كل ما تلاقي نفسك كده روحك المعنوية هبطانة، هقول لك ذكري لا حول ولا قوة إلا بالله الذي يخرجك من ضعفك إلى قوة الله ومدد الله عز وجل. بيقول كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، والجنة من صفاتها لهم ما يشتهون في الجنة. فإن شاء الله بالذكر ده قلبك يطمن وتستجلب بيه عطاء ربنا. وأرجوك يا جماعة تعالوا نصدق ربنا، تعالوا نصدق ربنا لو قال، ولو قال ومن أصدق من الله قيلا. ربنا في القرآن بيقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعل مضارع، العلماء في التفسير يقول لك كده، مش آمنوا واطمئنت، مرة ذكرت ربنا بقيت كويس ممكن ما تتكررش تاني، تطمئن